ويا بت جمالك هبشني ولهب شجت في العباية، رمان خدودك طوشني خلى فطوري عشاية. طب والله قمر، قمر وعسل وبطة مدورة، رجال انتصف نظرهم إياك. مين؟ يو ما قلنا مين؟ ما تنطق يا من على الباب. نعم ده أنا حوديك في 60 داهية، أنا حفرج الناس عليك، أنا حخليك تبهدل الليلة دي في قمرك يا محروس. وماله؟ ما همك شيء؟ يا لهوي بالي، ده ايه اللي انا شايفه ده؟ هو في كده؟ انت حلم ولا حقيقه؟ ده انت ولا اللي في الحواديت يا فوزيه؟ انت قليل الروايه. عارف انا يا قتل يا مقتول عليك يا فوزيه، انا لو البلد كلها عرفت ان انا هنا دلوقتي معاكي ولا يهمني، انا يا جوازي منك يا موتي يا فوزيه. مجنون انت ولا ايه؟ اه مجنون. وديك فيها تخطف بيتك. انت بيتها مخفية انت؟ لا لا لا، انت يا بيت ولا ايه؟ طب والله ما انا ماشي غير ما تفتح. افتح يا بيت. ايوه في دماغك تفتح. حاضر حاضر. انت نمت يا بيت ولا ايه؟ ايوه كنت نايمة. امال مالك؟ أصلي حلمت بعبد الله أخويا الله يرحمه. الله يرحم. حلمت بيه كده؟ طب تعالي أنا عايزاك اقعدي. اقعدي. قعدت أهو. الواد حسن ولدي. ماله؟ شكله عامل نصيبة وهيفضحنا كلنا. هنتفضح. بقول لك إيه يا فوزي؟ أؤمر يا أختي. أنا عايزة أتجوز مروان. لازمًا أقهر مرته هي وابوها لحد ما تولع في روحها كده، وان شاء الله بعون الله 9 أشهر بعد ما يتجوز ويكون شايل ولده على يده. ودي هتعمليها كيف دي؟ كده انا عارف اعمل كل حاجه، انت بس فكري معايا. باتنين في البلد بناته حلوين كده وبيخلفوا صبيان. اها مالك يا بيت؟ ها مصدعه راسي وجعاني. بقول لك ايه، انا مش عاجبني حال البيت ده. عبد الحكيم كده على طول برا، وعيالك كل واحد منيهم في ناحيه، وبعدين زي ما انت قلتي الواد حسن ده لازم نلمه شويه. يعني انت مصدعه ولا بتفكري في العريس؟ ها ايوه وماله يا بيت، هو عيب ده؟ انا افرح لك. لا عريس ايه وبتاع ايه؟ طب تصدق يا بيت، أنا طول الوقت ببرم كده أدور لك على عريس يكون قيمة وسيمة ويليق بيك. أمال إيه؟ وأنت شوية، ده أنت ست البنات. لو في حاجة كده ولا كده أنت هتقولي لي، صح؟ أنا أختك حبيبتي. أيوه صح. يوه طيب، ها؟ بقول لك إيه؟ قولي. استني بس، ولو الواد العبيط ده، يا بنت مالك ما تزعنيش كده. لو الواد العبيط ده كلم كل حاجه قولي لي دغري. ماشي مالك يا فوزيه؟ عايزه انام. طيب ما انا بقول لك اهو، اقطع دراعي ان هو اللي عارف كل حاجه عن مفيده. فاهمه؟ ايوه فاهمه. تصبحي على خير. ها مالك يا بنت، هو في ايه؟ دماغي وجعاني. سلامتك، اعمل لك شاي. لا متشكره قوي. هات لي معايا لقمه. يا لهوي يا لهوي، يخرب بيتك ده انا نسيتك. قوم يا محروس، قوم. ما حدش هيتجوزك غيري. طب قوم يا اخويا قوم. ما حدش هيتجوزك. ازاي؟ قوم هتودينا في داهية. استنى.
منور يا عزت. ربنا يخليك يا ست كريم. اتفضل. عنك. عايز تتكلم مش كده؟ اتكلم يا حبيبي من غير ما تفكر في ولا كلمة. وقفتك معانا وجنبي مننا حسستني ان انت واحد مننا يا عزت. انا تحت امرك يا ست الكل، والحقيقة انا فعلا جاي اتكلم في الحكاية دي وعاوز ابقى واحد منكم. خد بق شاي كده وهات ما عندك. ماشي. انا عارف الظروف وعارف ان الوقت مش مناسب للي انا جاي اتكلم فيه، بس الحقيقة طول الوقت اقول لنفسي يعني انا هفضل اجل لحد امتى؟ اقول لك انا يا عزت، انت قلت لنفسك طالما انت وشاهد متفقين اما اروح اشيل حمل من على كتاف كريم. انت راجل محترم يعتمد عليه من ساعه ما عبد الله مات الله يرحمه، وانت واقف جنبي مننا ما سبتناش ولا دقيقه. ومن كلامك وطريقتك انا فهمتك وفهمت دماغك، يعني بصريح العباره كده الفلك شهد واوديها لك لغايه عندك، لان انا عارفه ان انت حصون بنتي وتحميها. كل اللي انا طالباه منك حد من اهلك بس يجي يحط ايديه في ايديا. الحقيقه حضرتك عارفه ان انا والدي ووالدتي متوفيين. خالك عمك اي حد. انا لو طلبت منهم من اي حد من اهلي هيجي معايا مش هيقول لا، بس الحقيقه انا مش حابب كده. ليه؟ يعني انا واهلي سواء من ناحيه ابويا او امي مش على وفاق خالص مع بعض، وانا كمان مش عاوزهم يتدخلوا في حياتي الشخصيه واموري الشخصيه. اقول لحضرتك على حاجه بس ما تزعليش مني. لا مش عايزه اقول. واحنا صغيرين كانت امي الله يرحمها ما تحبش اهل ابويا ولا هم كانوا يحبوها، كمان كان اخواتها في مشاكل بينها وبينهم، خالاتي يعني، عشان كانوا بيفسروا الكلام غلط زي اهل ابويا، يعني الكلمه ليها كذا معنى عندهم، عمرهم ما يفسروا الكلام حلو ابدا، عشان كده طلعت لا بحب دول ولا بحب دول، مع اني عارف ان ده غلط وحرام، بس للاسف بقى عندي عقده من الموضوع ده. لما كان حد فيهم يزورنا كان ابويا وامي يتخانقوا خناقه كبيره والدنيا تولع، وانا بقى بصراحه كنت بحب ابويا وامي قوي وما احبش حد يزعله. عندك حق، احنا اللي بنعمل كده في ولادنا ونكرههم في اهلهم وبعدين نرجع نلومهم. تصدقني يا عزت، لو انا قلت لك لو بناتي نزلوا البلد لوحدهم محدش هيعرفهم ولا هم هيعرفوا حد، حتى ولاد عمهم مش هيعرفهم. انا نفسي قربت انسى شكل الناس اللي هناك. احنا على طول بندي الدنيا ظهرنا ونرجع نشتكي والدنيا مالها الذنب، احنا اللي بنعمل كده. ما علينا، على اي حال شوف انت وشاهد ناويين تعملوا ايه وانا معاكم. انا مش عارف اقول لك ايه والله، انا متشكر قوي ان انت فتحتي لي قلبك. تقولش حاجه، انا بعتبرك في مقام ابني بالظبط.